على صعيد ذاته كان تقرير بيت الاستثمار العالمي جلوبل كشف أن مملكة البحرين لديها أعلى معدل إنفاق على الرعاية الصحية كنسبة من الناتج المحلي بواقع 5% مقارنة بدول الخليج فيما يبلغ المعدل الإنفاق العالمي للصحة حوالي 6.77% من الناتج المحلي وشرى التقرير العالمي الى ان وجود مجال كبير لنمو قطاع الرعايه الصحيه في مملكه البحرين حيث ان المملكه كانت سباقه منذ العام 2013 في طرح التامين الاجباري على المواطنين وان مشاريع جديده للضمان الصحي سيتم توفيرها الذي سيتطلب دفع قسط اعلى ويوفر فرصه التعامل مع احدث نظم المستشفيات. وشدد التقرير على انه من المتوقع ان يدفع مشروع التامين الصحي نحو المزيد من الخدمات والاستثمار في ذلك القطاع وتنميته